بخصوص مادة الحليب، بالفعل مجموعة من العناصر ومجموعة من العوامل، فيها ما هو موسمي وفيها ما هو يعني مرتبط بال، لأن هذه المرحلة هذه أنا ماشي فلاح، ولكن كنعرف بأن هذه المرحلة أصلا غير هو يعني ندرة التساقطات والمراعي ما كانتش في واحد المستوى معين، وهذا خلت أنه يكون نقص. لكن الحكومة اجتمعت مع المهنيين وتدرس كل الإمكانيات والسبل من أجل أن يكون هناك تدخل إن شاء الله باش هذه المادة توقف في المستويات المعهودة.